هاد المهنه حنايا تنمارسوها شحال من عام. هادي انا بديت هنايا في سوق الحد من 2000، والحمد لله تنتفننوا فيها وتنخدموا فيها وتنكبروا بها الوليدات الحمد لله. المقادير ديال هاد الحنه هو الاول تنبداو تناخذوا الحنه غبره، ومن بعد تناخذوها تنحطوها في الجبانيه وتنهزوا شويه تاع الماء تنخلطوا بها، وتناخذوا شويه ديال الحامض تنعصروه نصفيوه ونعصروا بها الحنه تنخلطوها مزيان ونخلوها حتى تطلق. من بعد تنديروها تنصيبوا بها سميتو الرشومات على الايادي وعلى الرجلين. ايوا من بعد اللي كاينين الناس اللي فيهم الحساسيه تنديروا لها تنزيدوها شويه تاع الدليه، ومن بعد حتى هي تنصيبوا بها عادي، ما عمر ما تلاقينا شي مشكل ولا الحمد لله. تنسولوا الناس هو الاول قبل ما تنبداو تنسولهم واش فيكم الحساسيه ولا لا. وكاين عاوتاني واحد الزيت تنديروه هو زيت السنبل ولا سميتو هو ديال الصحراء ولا داك ميسو، حتى هو تنديروه حتى هما ما تيحرقوش الناس ما تيحرقوش لا الدراري الصغار ولا كل شيء، زعما الحمد لله هو هذاك تنتلاقاو عليه الراحه. شنو هاد ميسو هذاك؟ ميسو هو واحد الزيت تيتباع كاين في قريعات، هو كاين خلطه المهم هي كاينه في الصحراء بزاف، ولكن كاينين العشابه اللي تيبيعوها. وكاين الناس اللي فيهم اللي عندهم مشكل عندهم الحساسيه تيقولوا لي تجي تقول لي عافاك اختي راه عندي الحساسيه ما تخلطيش ما ديريش لي الدوليو، ولا عندي بنيتات ما تنبغيش ندير لهم الدوليو تندير لهم سميتو الحامض ولا ميسو. اللي كليون اللي تيجيو عندنا كاينين الناس ديال كاينين الناس فرنسا كاينين ديال اسبانيا كاينين الاجانب بزاف كاينين الناس ديال المغرب الحمد لله. تيجيو الناس بيضاوات تيجيو طنجه تيجيو من الشمال كاملين تيجيو الناس ديال الصويره، المهم الحمد لله كامل المغرب تيجيو عندنا الحمد لله تيتلاقاو راحتهم عندنا هنا في اكادير. المشاكل اللي عندنا هنايا في سوق الحد ما كاينش النظام، يعني اي واحد تيدخل يعني كاينين الناس اللي ماشي هما حريفيات وتيجيو تيديروا هاد المهنه هادي. بحال دابا البنات تيدخلوا وما عندهم سوق يعني، و تيديروا الناس عارفينهم فيهم الحساسيه ولا يديروا لهم ديك الدوليه، هما غرضهم غير في الفلوس يشدوهم ولا تيطلبوا شي ثمن يعني خيالي. خاصهم يشوفوا بحال دابا الانسان دابا بحال دوك الاجانب تيكونوا هما على برا يعني كاينين في البحار ودا تيطيحوا على ديك اشعه الشمس يعني تتكون لحمهم طايب، ما يمكنش انا نجي ونحني لهم نشوف انا يديهم طايبين ونعاود ندير لهم الحنه فوق داك سميتو الجلد ديالهم طايب، راه هذا غادي تسبب ضروري غادي تسبب هاد المرض. وكاين عاوتاني واحد المشكل عاوتاني تيكون حتى هو راه حتى هو عنده المهم حتى هو تيضطر نقولوه، حتى الناس اللي تيمشيو حتى هما لابيسين لابيسين تيكون فيه واحد الماده واحد الكلور تيكون فيه وما يمكنش ديري عليه الحنه. الا درتي الحنه على داك الكلور على داك سميتو ديك الماده اللي كاينه فيه تتسبب حتى هي واحد الحبيبات صغار في اليدين، حتى هي تتكون حتى هي واحد نوع من المشكل. خليطه الحنه هذه تنخلطوها بالحامض والسكر وشويه ديال القرنفل والماء السخون، هذه هي الحنه ديالنا الطبيعيه، هذه طبيعيه من الشجره ماشي جايبينها كيماويه ولا شي حاجه. 10 سنين وانا كنزاول هذه المهنه هذه اللي هي حرفه النقش. هذه حنه طبيعيه ديالنا ياك اللي هي من تيجيبوها من الشجره، وتنخلطوها بحال هكا بالماء والحامض وشويه ديال السكر وشويه ديال القرنفل باش كنخلطوها نديروها للناس. هذه حنه طبيعيه ديالنا ما كدير لا حساسيه لا حتى شي حاجه. كاينه حنه عاود واحده اخرى اللي هي حنه كحله اللي كيقولها الطاتو، هي حنه كيجيبوها من الشينوا بالحق كدير الحساسيه، ولكن ماشي لكلشي الناس، البعض الوحدين اللي فيهم الحساسيه كدير لهم الحساسيه، كدير لهم بواقات في اللحم ديالهم ياك، ماشي كلشي الناس كيديروها بصراحه. هي كتجي من الشينوا حنه كحله، وهذا الناس اللي فيهم الحساسيه كنصحهم ما يديروهاش. وكاينه عاود واحد الحنه متداوله بزاف في السوق اللي هي حنه الهنود، ها هي وها السميه ديالها. هذه اغلبيه الناس كدير لهم حساسيه، واخا هي ما كديرش حساسيه لكن اغلبيه الناس كدير لهم الحساسيه. ها هي هادي هاد الماركه هادي كدير حساسيه، كاينين ماركات ما كيديروش حساسيه، ولكن هادي زائد الحنه الشينوا هما اللي كيديروا حساسيه. وكنصح الناس اللي بغاو يديروا الحنه ما يمشيوش للبحر، ما يديروهاش في البحر وما يتعرضوش للشمس، ما يكونوش جايين من الحمام،
لان الحمام والشمس هي اللي كدير الحساسيه.